وجه سمو الشيخ خالد بن حمد ال خليفه النائب الاول لرئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضه، رئيس الاتحاد البحريني لالعاب القوى الى اقامه دوري كره القدم للصالات لذوي الاعاقه، وذلك ضمن اقامه النسخه الرابعه لدور سموه للمراكز الشبابيه للصالات، والذي سينطلق يوم غد الاثنين تحت شعار ملتقى الاجيال. واكد سموه ان تخصيص فعاليه مصاحبه وخاصه بذوي الاعاقه ياتي توافقا مع توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في الاهتمام بالمشاريع التي تدعم هذه الفئة كونها جزء لا يتجزأ من المجتمع وقد أوضح سموه أهمية حصول هذه الفئة على الرعاية والدعم الكبيرين معتبرا سموه أن إقامة الدوري الخاص بهذه الفئة للمرة الأولى يأتي ضمن إطار البرامج المعززة والدعم لقدراتهم واحتواء المبدعين منهم واكد أن دعم هذه الفئه تحمل في طياتها المبادرات الانسانيه التي تحرص القياده الرياضيه على خدمه المجتمع من خلالها وذلك عبر علاقه وثيقه تبين مدى الارتباط الكبير بين الرياضه والاعمال الانسانيه إلى ذلك أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة أن تواصل المنافسات إلى النسخة الرابعة يتوافق مع رؤية المجلس الأعلى للشباب والرياضة برئاسة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في ضرورة تفعيل دور المراكز الشبابية باعتبارها حاضنا للشباب البحرينية. وعرب سمو عن تقديره لجهود وزير شؤون الشباب والرياضة السيد هشام بن محمد الجودر لإطلاق نسخة رابعة من الدوري مؤكدا الدور البارز لممثلي الوزارة في إقامة البطولة واثنى سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفه على المشاركه الفعاله من قبل المراكز الشبابيه لتشهد المنافسات هذا العام مشاركه 32 مركزا شبابيا من مختلف محافظات المملكه مؤكدا ان مشاركتها الكبيره يعكس دورها في رعايه الشباب والاهتمام بهم عبر اشراكهم في البرامج الرائده التي تعمل على صقل وتنميه مواهبهم المختلفه